كلامك ده هيأثر وهيزعل كابتن حلمي طولان أكتر، لأن كابتن حلمي طولان أنا تقريبا ما بشوفوش متعصب على مدار الموسم غير بعد مباريات نادي الزمالك، لأن اللي بيحصل معاه فيها صعب جدا. نطلع ونشوف كابتن حلمي طولان عقب إيه على كل اللي انتوا سمعتوه ده، حس إزاي كمدرب بيه وقال إيه في المؤتمر الصحفي. نشوف الفيديو. يكفي إن الهدفين اللي جم طبعا هدف الاول ضربه جزاء غير صحيحه بالمره، الهدف الثاني خطا في المراقبه داخل منطقه الجزاء، لكن انا بالرغم من كده انا سعيد باداء فرقتي وبحييهم وبشكرهم على ادائهم، واتمنى يا ناس اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، يا ناس لو سمحتوا لو سمحتوا كده كتير، هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه؟ انا مش عارف، مش قادر اقول اكتر من كده. انت بتقولني كلام انا ما قلتوش، ضربه جزاء من وحي الخيال، لكن في جول تاني جه للاسف. للحقيقه يعني انا صعبان عليا الحاله اللي بيوصل ليها كابتن حلمي طولان احد ابناء الزمالك وهو بيشوف فريق الزمالك بيستفيد دايما من اخطاء تحكيميه في مواجهاته وهو بيتضر ده، وقال اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، وكان متاثر جدا. البعض قال لما كابتن حلمي طولان قال ان ده امتداد للموسم السابق فقالوا له انت بتتكلم على استفاده الزمالك، قال ما تقولونيش كلام ما قلتوش. بس في كلام مش محتاج يتقال، هو لو احنا بنتكلم ان الكلام ده اداء عام على التحكيم الموسم اللي فات، هو من هو الاكثر استفاده من التحكيم الموسم اللي فات؟ سؤال الناس اللي بتتفرج علينا تجاوب عليه. تاني حاجه، كابتن حلمي طولان في وقعه مباشره الموسم اللي فات ضربتين جزاء لنادي انبي امام نادي الزمالك لم يحتسبه، وفاز نادي الزمالك بثلاث نقاط وقتها غير مستحقه وظلم نادي انبي. طبق الكلام اللي قاله كابتن حلمي طولان، هتعرف امتى كابتن حلمي طولان بيتظلم وليه وصل ان هو يقول يا ناس. لا انا هسالك سؤال كده واختبر بقى ايه، انت مصحصح معانا في الفقره دي ولا لا؟ مصحصح. بما انك اتكلمت عن الزمالك وانبي الموسم الماضي، مين كان حكم الساحه؟ حكم الساحه ما حدش يقوله في الاربيس يا جماعه. كان مين حكم الساحه؟ الكابتن محمد الصباحي. لا لازم تركز في الاخطاء، محمد الصباحي ركلتين جزاء، لازم تركز في الاخطاء اللي زي دي. احنا بدانا الموسم بالكابتن محمود ناجي والكابتن حسام عزب حكم الفار، لكن للامانه ما كانش الكابتن حلمي طولان فقط لا غير اللي بيئن من فكره التحكيم واخطاء التحكيم، ولكن كان احد ابناء نادي الزمالك ايضا، ولكن كان اكثر وضوحا وهو الكابتن احمد حسام ميدو عندما كان مديرا فنيا لنادي وادي دجله. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الشوط الاولاني جول بتاعنا مش اوف سايد 2 متر، وبقول له بين الشوطين حرام عليك يا كابتن الكره مش اوف سايد، وبوري له السكرين. نزلت بعد المحاضره بتاعتي بين الشوطين قالوا لي انت مطرود. طب مطرود ليه؟ الراجل بيحسب علينا فاولات عكسيه من اول دقيقه. الجول اللي دخل بتاع الزمالك مش فاول اصلها، مش فاول. قولوا لنا يا جماعه، يعني انا بوجه رساله للمهندس هاني ابو ريده، انتوا عايزين يا جماعه نفضل محلك سر؟ يعني انتوا عايزين الكره بتاعتنا تفضل محلك سر؟ احنا ناس بنتعب وبنخلص وبنشتغل وما بننامش وكل حاجه، وفي الاخر بيجي حكم مش راضي حتى ان احنا نعمل نتيجه كويسه. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام، الكابتن ايمن يعني راجل عنده خبره كبيره قوي. الجون بتاع الشوط الاولاني ده عيب في تاريخه، عيب. انا بقول للكابتن رضا البلتاجي عيب ان جون زي ده يتلغي، جون واضح وصريح ما فيهوش اي يعني شك ان هو اوف سايد وقدامه وما فيش حد عامل بلوك عليه. كابتن ايمن فاهم انا بتكلم فيه كويس قوي. نتمنى بدايه تكون افضل مما رايناه من التحكيم او من بعض الحكام، لان الامانه بدايه الدوري بدايه مهمه جدا. رابطه الانديه مقدمه شكل مختلف، الصوره مختلفه، حتى الأداء التحكيمي في معظم المباريات أو تقريبا في كل المباريات كان أداء جيد جدا، وإحنا من هنا بنثق في أي رأي تحكيمي أو أي حكم هيجتهد ويبذل مجهود إن هو يحاول إن هو يقدم أفضل ما لديه. ولكن مباراة واحدة فقط لا غير من الأسبوع الأول هي اللي أثارت كل هذه الأخطاء، الجدل التحكيمي والأخطاء التحكيمية. فنتمنى من الكابتن عصام عبد الفتاح يكون في ثواب وفي عقاب. البعض اقترح زي ما الحكم بياخد مقابل مادي، في حالة الأخطاء اللي زي دي يتم خصم من المستحقات لدى الحكم، لأن الخصم عند الحكم ممكن يخليه بشكل أكبر مركز إن هو يصل لأفضل مستوياته، عشان كرة القدم محتاجة والدوري المصري حاليا في تنافس كبير جدا وفي
تقدم وتطور مهم جدا. نتمنى يكون التطور ده على مستوى التحكيم المصري، مش بس في إطار زي الحكم اللي طبعا شيء عظيم جدا، ولكن أهم شيء مستوى وأداء الحكم. أتمنى الكابتن عصام عبد الفتاح يفعل ذلك. ده انت كده اللي مش مصحصح، مش انا، لان كابتن عصام عبد الفتاح هيعاقب ازاي بالراي اللي هنعرضه ده؟ لان لما اسامه بيشوف ان كابتن عصام عبد الفتاح لازم يعاقب، يبقى كابتن عصام عبد الفتاح لازم يشوف الخطا. طب تعالوا نشوف خطا اجمع الجميع على تقييم ركله جزاء نادي الزمالك الغير صحيحه، هو شافه ازاي. واحده، يعني انت، يعني انت ضربه الجزاء بتاعت النهارده بتاعت الزمالك امبارح ايه؟ 50-50؟ يعني ايه 50-50؟ يفهموني الناس اللي شويه عندهم، اللي هم خبراء فعلا في التحكيم. ان عندنا في التحكيم حاجه اسمها مناطق معينه، في بنقول المنطقه البيضاء البلاك، وبنقول الوايت، في الابيض وفي الاسود، ما بينهم الابيض والاسود دول واضحين طبعا. يعني قرارات بتبقى واضحه في التحكيم، في ما بينهم الجري زون، المنطقه الرماديه. اللي هي في التحكيم لما يكون في قرار صعب، قرار مش قادرين نحكم عليه بشكل صحيح، الصوره مش واضحه، بنروح مع القرار اللي اتخذه الحكم. حتى لو هذا القرار. طب هو امبارح، هو امبارح مش كان في فار يا كابتن؟ في فار بس. طب الفار، الفار ما يشوفهاش؟ ما كانش فيه لقطه يقدر الفار يتدخل فيها بشكل واضح. ما في، لازم يكون عنده كلير ايفيدنس، لازم يكون عنده دليل واضح عشان يقدر. هو الفار، هو الفار يا كابتن من حقه يوقف، ومن حقه يعيد ويبص من اكتر من كدر. بالظبط، لكن لو لكن هو زي الحكم في الملعب، ممكن ما يكونش عنده الكدر اللي يحكم بيه اللي فيه شك، ما يتدخلش ابدا، لازم يتدخل. بس هي، بس هي يا كابتن، بس هي يا كابتن على الشاشه، اما تشوفها من كذا يعني كدر تقدر تحكم. انا معاك يا سيف، بس في بعض اللقطات ما بتكونش كافيه انك تحكم على حاجه. بس اللقطات امبارح اللي احنا شفناها اعتقد ان هي قادره انك تحكم. والله مش 100%، عشان اكون صادق معاك. وعلى فكره احنا عرضنا الحلقه، احنا يمكن في معسكر حاجه افريقيا وبعتوها للزملاء، ما حدش قدر، ما اجزمش احد ان ممكن الفار يتدخل في هذه الحاله. كابتن عصام عبد الفتاح بيتكلم في فكره كلير ايفيدنس، الدليل الواضح. وكابتن سيف زاهر اللي دايما ما بيحبش يخترق المناطق الشائكه بيقول له انت شايف على الشاشه، اعتقد اللي احنا شايفينه واضح، يقول له لا بس بعض الحالات مش واضحه. طب الحالات اللي احنا شفناها امبارح كانت واضحه ومبينه اللعبه، هو عايز كابتن عصام عبد الفتاح يبقى على لسانه هو اللي قال ان هي ركله جزاء غير صحيحه، واصرار واضح من كابتن عصام عبد الفتاح ان هو ما يقولش ان هي ركله جزاء غير صحيحه وال 50-50، بحيث لا جمهور النادي الاهلي يزعل ولا جمهور نادي الزمالك يزعل. مفيش حاجه اسمها 50-50، وانا عندي صوره واضحه. والغريب ان دي كانت مكالمه من الكابتن عصام عبد الفتاح او مداخله تاني يوم المباراه، يعني حتى هذه اللحظة فات 24 ساعة وما شفتش الكادر اللي فيه دفع من سيف الجزيري لمدافع إنبي. يمكن ده منهج الكابتن عصام عبد الفتاح في الكرات اللي بيكون فيها شك، ده لو افترضنا أساسا أن الكرة فيها شك فيقول 50-50. قبل المباراة دي كان في مباراة بين سموحة والاتحاد، وكرة أثارت برضو بعض الجدل عند خبراء التحكيم. رأي الكابتن عصام عبد الفتاح كان شايفها 50-50 ولا كان شايفها بشكل تاني؟ نسمع الكابتن عصام عبد الفتاح بنفسه. الكابتن احمد سامي من دقائق وقال لي ان الكابتن الشناوي برضه قال نفس الكلام، والحقيقه مش شفت اللقطه. وخلينا نتفق، سيكون هناك اخطاء، سيكون هناك اخطاء رضينا ام ابينا، هذا امر طبيعي في العالم كله، عشان أكيد. نتفق كده من الاول. انت رايك الشخصي ايه يا كابتن في اللعبه اللي هي ضربه الجزاء الثانيه دي؟ بص يا كابتن مدحت، اتفضل. وهقول لك بكل امانه، طبعا طبعا اي حاله هقول لك بكل امانه كعادتك. اللقطه دي ركله جزاء مليون في الميه، ركله جزاء مليون في الميه بلا ادنى شك. طيب بلا ادنى شك، فضل. يمكن كلمني فرج بيه وقال لي انا مش زعلان، بس اللعبه دي ممكن. قلت له احنا كمان يمكن في راي في بعض الزملاء المحللين قالوا رايهم، واحنا بنحترم كل الاراء طبعا، لكن في النهايه احنا كمان راينا مليون في الميه. انا يعني لما قلت 50 قلنا نطلع ل 60 70 مستوى رفيع 110، لكن بصراحه الكابتن عصام عبد الفتاح كان حازم بشكل كبير جدا في ركله جزاء كان عليها برضو بعض اللغط، قال مليون في الميه. يتضح من هذا ايه؟ انتوا بقى فاهمين ان كابتن عصام عبد الفتاح لما بيكون واثق في القرار بيطلع يقول مليون في الميه، لما بيكون بيدافع عن قرار
حكم أخطأ وحكم فار لم يستدعي الحكم لتصحيح الخطأ، هيقول 50-50 60-40 55-45. فبالتالي على رأي فارس أنا كده مش مصحصح، إزاي الكابتن عصام عبد الفتاح هيحاسب الحكم وهو أصلا طالع بيدافع عن الحكم وبيقول ركلة جزاء 50-50؟ قلت لك في حلقة حصد النقاط الختامية أنت طيب ما صدقتنيش، ولكن رسالة بس للكابتن عصام عبد الفتاح قبل ما أسامة يستعرض مشاركتكم في الهاشتاج. بص يا كابتن عصام، كابتن جهاد جريشة أكد إن أنت في تونس اتكلمت عن فكرة إن أخطاء التحكيم الموسم اللي فات كان لها دور في حسم اللقب أو تحديد بطل المسابقة. أنا رسالة ليك هي نبعة والله من خوف على التحكيم المصري، وإن إحنا عايزين بطل عادل للمسابقة يكون أهلي، نتمنى الأهلي، يكون حد تاني لو هو يستحق ما عندناش مشكلة، ولكن الرسالة ما تسمحش خلال ولايتك إن يجي حد يطلع يقول إن أخطاء التحكيم تسببت في وجود كابتن عصام عبد الفتاح في إن بطل المسابقة كان غير مستحق. رسالة أتمنى حضرتك تاخد وتعمل بيها. نتمنى ذلك. وبما أننا بنتكلم عن التحكيم، عندنا أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، والكابتن محمود عاشور حكم لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، وأعتقد الكابتن محمود عاشور كان حكم الفار في مباراة الأهلي والإسماعيلي في ركلة جزاء جونيور أجاييه. فنتمنى زي ما الكابتن محمد عادل اشتغل على نفسه الفترة الأخيرة وقدم لنا صورة أو نسخة غير النسخة اللي شفناها من الكابتن محمد عادل في مواقف كتيرة مع النادي الأهلي، نتمنى نرى نسخة عادلة من الكابتن محمود عاشور في مباراة الأهلي والبنك الأهلي. نتمنى ذلك إن شاء الله. ولكن عندنا بقى بما أننا بنتكلم عن الجماهير وهاشتاج الأهلي خط أحمر، ممكن نستعرض بعض مشاركات الجماهير في خطة اللعب أو طريقة اللعب. وده اللورد الهواري بيتكلم عن فكرة إن هو النادي الأهلي يلعب بنفس الطريقة، بس يلعب أكرم مكان ديانج وهاني يلعب مكان أكرم. أما علي صلاح بيتكلم بيقول أتمنى تكون نفس خطة المباراة اللي فاتت 3-4-3 بوجود حسين الشحات. هو مش باك رايت بقى، هو وينج باك، وانا اتمنى لو هنلعب 3-4-3 يتم الاستفاده من كابتن حسين الشحات في المنطقه دي، واكرم وسط ملعب. طبعا بيتكلم ان اكرم يدخل مكان اليو ديانج. زعيم الجدال يعني بيتكلم عن احلى مسا على كل اهلاوي في العالم، الصراحه في ظل تواجد لعيبه مميزه اي تشكيله هتنجح ان شاء الله. انا اتمنى اللعب باكتر من تشكيله عشان الاهلي كنادي كتاب مفتوح لكل الفرق، ويعتبر التشكيل والخطط وتغيير التشكيل والخطط هيفيد المرحلة الجاية. وكل عام وأنت بخير يا قائد بيبو. معانا مين تاني من المشاركات؟ هيثم شحاتة بيقول 4-3-3 بس لازم يكون قفشة في التلاتة بتوع نص الملعب، ونخلي شريف مع تاو والشحات قدام، هناخد من كل لاعب مش أقل من 90% في مركزه. كمان محمد يوسف بيقول موسيماني هيعتمد على طريقة الضغط من أول مباراة في نفس الاسكواد في مباراة الإسماعيلي مع تغيير ياسر إبراهيم بدل من حمدي فتحي. كمان دكتور محمد السعيد بيقول هيرجع يلعب بالخطة بتاعت 4-2-3-1، وربما أنا أميل للرأي ده. محمد عبد الهادي بيقول نفس طريقة ماتش الإسماعيلي بس عمار مكان ديانج. وزايد الزعيم بيقول إن شاء الله الأهلي هيكسب وهيلعب ب 4-3-3. ومحمد كساب بيقول لطفي بيحط التشكيل، لطفي أيمن بدر معلول السلية أكرم هاني تاو قفشة مكسوني شريف، شريف خارج قايمة. وإن كنت يعني منتظرين في آخر الحلقة إن شاء الله نستعرض ليكم بعض التويتات وبعض المشاركات، ولكن أنا عاجبني جدا فكرة إن الناس دلوقتي عندها ثقة في عمار حمدي، وعندها ثقة إن نغير ويلعب كابتن حسين الشحات وينج باك، وعندها ثقة في أكرم توفيق يدخل نص ملعب. وده اللي إحنا بنأكده إن النادي الأهلي بيملك سكواد يريح المدير الفني في وضع التشكيل، ومع التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين والنجوم دول نقدر بإذن الله نرجع الأهلي اللي بيقول دايما اللي خايف يروح. نشوفكم بعد الفاصل، والأهلي خطأ.